السلام عليكم، ازيكم يا فنانين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم كريم عادل في درس جديد. النهارده هنتعلم ازاي نرسم الوجه الجانبي بطريقة لومس. طريقة سهلة جدا، ركز معايا، ولو حابب تطبق على الدرس هتلاقي الصورة الأصلية في قناة تليجرام، رابط القناة في الديسكريبشن بوكس وكمان في التعليقات. وقبل ما نبدأ مش هوصيك باللايك الجميل عشان تدعمني أكمل معاك، ويلا بينا نبدأ. خطوة رقم واحد، هنبدأ نعمل الدايرة، والدايرة دي بتمثل الجزء العلوي من الجمجمة، يعني من بداية الراس مش من بداية الشعر، خلي بالك، لأن الراس غير الشعر. الشعر في المعتاد بيكون عالي عن الراس بسنتي أو باتنين سنتي زي ما احنا شايفين، فاحنا بنعمل حسابنا نعمل الكرة الكبيرة أو الدايرة الكبيرة في بداية الراس من فوق أو بشكل الجمجمة، والدايرة الصغيرة دي بتمثل من بداية الأذن نهاية الحاجب زي ما حضراتكم شايفين، يعني من الأذن للحاجب اللي هو التجويف اللي بيكون في الجمجمة. ثم عملنا خط رأسي في بداية الدايرة الصغيرة، وخط أفقي كمان تقريبا برضو في البداية أو فوق، آسف، في المنتصف مش في البداية، آسف جدا، في المنتصف مش في البداية. ثم عملنا خط الحاجب، خط الحاجب بيطلع من الخط العرضي أو الأفقي اللي عملناه في الدايرة الصغيرة. طبعا كل الخطوط دي حاول تخليها مستقيمة ومتناسقة عشان القياسات تطلع معانا مظبوطة. ثم بدأت أعمل خط الشعر زي ما حضراتكم شايفين. خط الشعر ممكن يكون أعلى شوية لفوق أو نازل تحت شوية، مش هتفرق، المهم يكون في المكان تقريبا. هنا بدأت أعمل الخط الرأسي اللي بيمثل العناصر الخارجية أو العناصر الأساسية بتاعت البورتريه، اللي هي العين الشمال والأنف والفم، وكمان نهايته بتمثل الذقن أو الدقن. وهنا هنعمل خط الأنف. المسافة بتاعة خط الأنف بتكون أو من الأنف للحاجب هي نفسها المسافة من الحاجب لبداية الشعر، وهي نفسها تقريبا، أنا بقول تقريبا لأنها بتختلف طبعا، نفس المسافة من خط الأنف لخط الذقن، يعني كل المسافات بين الخطوط بتبقى تقريبا قد بعضها. هنا بدأت أعمل خط الفك، خط مايل، وثم خط تاني مايل اكتر. هنا الخطين دول ممكن يتعملوا خط واحد، خلي بالكم، بس انا حبيت ابسطهم بشكل زايد شوية او شكل اوضح شوية. ثم نزلت بخط الرقبة زي ما حضراتكم شايفين، ثم هاجي بأستيكة فحم هخف الخطوط دي علشان ابدأ ادخل في الخطوة اللي بعدها، وتكون الخطوط دي مش ظاهرة قوي فما تضايقنيش او ما تأثرش على تركيزي. وهنا اول حاجة بدأت بيها هي الاذن، هنبدأ بقى نرسم العناصر بتاعتنا بالراحة خالص. الاذن بتترسم في الربع اللي تحت ناحية اليمين في الدايرة اللي احنا عملناها الصغيرة، يعني احنا قسمنا الدايرة الصغيرة دي 4 ارباع، الاذن بتترسم في الربع اليمين اللي تحت. نبدأ نرسمها بالراحة خالص، ركز بقى وارسم بالطريقة العادية زي ما احنا متعودين في كل الدروس بتاعتنا. برسم الأول الإطار الخارجي أو الشكل الخارجي للأذن، ثم بعد كده هبدأ أركز في التفاصيل الداخلية. دايما عود نفسك لما تيجي ترسم عنصر معين ارسم الشكل الخارجي بتاعه الأول، حاول تبسطه على قد ما تقدر، وبعد ما ترسم الشكل الخارجي حاول بعد كده تخش في التفاصيل الداخلية وبرضه تبسطها. ثم الخطوة النهائية إنك تبدأ تدقق أو تركز أوي بقى في التفاصيل إنك تجيبها زيها بالظبط، يعني زي ما حضراتكم شايفين انا عملت الاول خطوط خفيفة، بعد كده ببدأ اركز على قد ما اقدر في ان انا اجيب التفاصيل بشكل سليم ومتناسق. وزي ما بكرر دايما في كل الدروس، لان في مفهوم خاطئ عند معظم الفنانين اللي هو احنا ما ينفعش نغلط. غلط يا جماعة، انت لازم تغلط، عمرك ما هتتعلم وهتستفاد وهتتطور من غير ما تغلط، فطبيعي انك تغلط، فالمرة اللي بعدها تاخد بالك من الغلط ده عشان وتعدله عشان تلاحظ بعد كده التطور. من الأنف، آسف، من الأذن نزلت بخط الفك زي ما حضراتكم شايفين، برضو كلها خطوط بسيطة كروكية وهبدأ أظبط فيها بعد كده. هنا طلعت بخط الشعر، يعني بحاول على قد ما أقدر أعمل الخطوط الخارجية، يعني ما تركزش في التفاصيل الداخلية في الأول، يعني ما حدش يروح يرسم مثلا العين أو الأنف أو الفم دلوقتي، لا، الطريقة دي مش بتعتمد على كده، الطريقة دي هي اللي بتعتمد على إنك تعمل تشريح الجمجمة ثم تبدأ تعمل الخطوط الخارجية بتاعة البورتريه، ثم بعد كده تبدأ تظبط الخطوط دي كيرفاتها وقياساتها، وأخيرا هو إنك ترسم التفاصيل الداخلية
العينين والأنف والفم، وتظبط التفاصيل على قد ما تقدر. هنا بدأت أعمل الشعر من الخارج. هنفضل مكملين في رسم الخط الخارجي للشعر. حاول تجيب كسراته بهدوء بشكل كروكي، مش شرط تركز في تفاصيل لو مش حابب تركز في تفاصيل. الفكرة بس كلها اللي احنا نتمرن ازاي نرسم اي وضعية للرأس بطريقة لومس، ودي طريقة جميلة جدا وبتسهل علينا موضوع البورتريه. طبعا القلم المستخدم في درس النهاردة هو قلم سنون او قلم ميكانيكي او قلم تعبئة، لانه بيكون ليه اكتر من اسم في اكتر من دولة، فاحنا لازم نقول كل الاسماء طبعا علشان كل واحد يعرف مصطلحات دولته. هنا بدأت اعمل خط الخلفي للرقبة، بعد كده عملت خط كروكي برضو الجاكيت او البدلة. هكمل الشعر من فوق بهدوء خالص. طبعا اسف لو الكاميرا قريبة قوي، لان الصورة بتاعت النهاردة حجمها مربع او شبه مستطيل، فكان لازم اقرب الكاميرا على قد ما اقدر علشان تلاحظوا الشبه ما بين الاصل وما بين الرسمة. هنا بدأت اعمل برضو بداية الشعر او منابت الشعر من الجبهة. نسرع شوية بقى علشان نشوف الموضوع بيتم ازاي في منابت الشعر. كده زي ما انتم ملاحظين، لو بصينا كويس على الشعر هنلاقي ان الشكل الخارجي ظهر لنا. نبدأ بقى نعمل ايه؟ نبدأ ندخل في خط الجبهة، لان خط الجبهة فيه انحناء معين كده. ثم بعد ما نخلص الجبهة ندخل على العين والأنف والفم. يمكن مفيش حاجة ممكن أقول لكم عليها تاني، غير إنكم بس مطلوب منكم تركزوا في تفاصيل الشرح. يعني مطلوب منك تركز في تفاصيل الشرح، ما تستعجلش ما تتسرعش لو أنت حابب تستفاد. دايما بقول لو أنت حابب تستفاد من حاجة اتفرج عليها للنهاية، اتفرج عليها وخلي عينك تشوف كل التفاصيل. فكرة انك تتفرج على دقيقة او دقيقتين وتسرع ودقيقة تانية وتسرع، انت كده مش بتاخد الاستفادة الكاملة. انت ممكن تكون فاكر ان ده الصح، ممكن تكون فاكر ان انت شخص لماح بقى وناصح جدا وهتستفاد من كل من دقيقة واحدة. كل الكلام ده غلط، ده بشكل نظري. لكن لو اديت لنفسك الفرصة انك تتفرج على الفيديو كامل، صدقني هتطلع بحاجات ممكن تكون غايبة عنك. عينك لما بتتفرج بتستفاد انها بتعمل تغذية بصرية كويسة جدا جدا جدا. فنصيحتي ليكم اللي بكررها دايما، اتفرجوا على الفيديو للنهاية، ركزوا في ايدي شوفوني برسم الكيرفات ازاي. الموضوع بسيط ومش محتاج شرح، انا شرحت الجزء المهم اللي في البداية، وده اللي اعتقد ان هو بيكون اصعب شيء او اهم جزء في البورتري كله. لكن الجزء اللي باقي ما عليك غير انك بس تتفرج تشوفني ببدأ بايه. زي ما قلت لك هبدأ بالعين ثم الأنف ثم الفم آسف، وشوفني بعد كده بعمل أوتلاين الدقن إزاي مثلا عشان تستفاد من كل الحاجات دي. وهستنى رأيكم في الكومنتات، ولو عندك أي سؤال في الدرس اسأله لي في الكومنت وهجاوبك بإذن الله تعالى. وما تنسوش طبعا الاشتراك في قناة تليجرام عشان تشوف الصور الأصلية باستمرار، وتابعني على حساب انستجرام علشان تتواصل معايا لو حبيت، وطبعا الدعم بلايك. يلا دمتم بخير، واستنوني في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.